بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وأبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أتيت لكم اليوم بعشبة معروفة عند الكبير والصغير، ألا وهي عشبة الديد، وسنتكلم عن فوائدها للجسم ومنافعها، وكذلك عن مضارها وكيف نتعامل معها. فقبل أن نبدأ في التفاصيل أترككم مع هذا الفاصل. ادعمونا بارك الله فيكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأحباب والأصدقاء، بارك الله فيكم. فالداد هو نبات عشبي معمر لا يرتفع عن الأرض، شائك، له جذر كبير، أوراقه مفترشة تشبه إلى حد كبير أوراق الخرشف البري، يعني الخرشف البلدي، غير أنها أقل طولا منه، ويعيش في الأراضي القاحلة. يوجد أكثر من 40 نوع من الأداد في العالم، ومعظمها في الوطن العربي وشمال إفريقيا، المغرب، الجزائر وتونس، وفي دول البحر الأبيض المتوسط. كما أن التنوع البيولوجي جعل هذه النبتة تبدأ في الانقراض من بعض بلدان جنوب أوروبا كفرنسا مثلا. إنه نبات سام، وترجع سميته إلى مادتي أتراكتيلوزيد والكاربو أتراكتيلوزيد. وبشكل عام النبات كله سام بدرجات متفاوتة في الخطورة. اسم الداد بالعربية الداد وشوك العلك، ويسمى أشخيص، وقد يسمى خاملون، يعني كاميلون، تشبيها بالحرباء لاختلاف لون الورق، وأنها قد توجد خضراء جدا وإلى البياض ماهي، وإلى لون السماء، وإلى لون الدم، على اختلاف الأماكن التي تنبت فيها. ويسمى أسد الأرض لأنه لا يترك النبات ينمو حوله، وهو من عائلة النجميات أستيراسياي. اسمه العلمي كارلينا غوميفيرا، ويقال له بالفرنسية شاردون أغلو، شوك الغرة أو اللصقة، وكذلك كارلين دو غوم، يعني شوك العلك. عشبة الداد في الطب القديم، هناك بعض الأطباء القدامى من وصفه لبعض الأمراض الداخلية كابن البيطار وداود أنطاكي وديوسكوريد وجالينوس. أما جالينوس في أحد قوله قال أصله، يعني جذر الداد، فيه شيء قتال، ولذلك صار إنما يستعمل وينتفع به من خارج البدن، وهو يقلع الجرب والقوابي والبهق، وإذا خلط بالكبريت نقى الكلف. أما ابن سينا فقال خملون، يعني الداد، لا يشرب في شيء ولكن يستعمل من خارج، وفي جملة الجاليات من خارج البدن، وفي الملينات المحللة من الأضمدة، ويطلى على الباق. أما في الطب الشعبي المغربي فإن عشبة الأداد تستعمل في تنقية البشرة وتوحيد لونها وإزالة الخلايا الميتة. فالأداد ينعم البشرة ويصفيها ويعطيها لمعانا وإشراقا. طريقة استخدام الأداد لتنظيف الجسم: يؤخذ ملعقة من الداد المطحون، وملعقة من الصابون البلدي المغربي، وملعقة ماء ورد، وملعقة من عصير الليمون الحامض، ويخلط الجميع جيدا، ويطلى به الجسم في الحمام الساخن، ويتجنب طلاء الوجه. يترك 15 دقيقة، ثم يشطف الجسم بالماء الساخن، ثم يفرك بالليفة، يعني يتحك الجسم بالكيس جيدا، ثم يغسل الجسم بعدها بالماء والصابون عادي. ومن استعمالات الأداد أنه إذا أحرق في البيت
فإن دخانه يطرد الهوام والحشرات وخاصة الذباب، ويترك رائحة طيبة في المنزل. وفي الأخير أنصحكم ألا تتركوا الأداد في متناول الأطفال، لا في المنزل ولا خارج المنزل في المنتزهات، فإنه سام جدا، وإذا أردتم استعماله فاستعملوه من خارج البدن فقط، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.